ومش مسؤول ومن الاخر يعني معيشني في عيشة قرف زي ما انت شايف، وراجل مهزأ ومش مسؤول. الحمد لله يرحمك الله، كمان لسه فاكر دلوقتي. بجد راجل مهزأ قوي ومش مسؤول، ودايما عديم المسؤوليه وعديم الاحساس، وملكش لازمه وملكش فايده، وكل اصحابك بيضحكوا عليك، ومرتبك دايما مخصوم منه. هو انت بتكلمي مين كده؟ بكلمك انت. ازاي يعني تتكلمي معايا كده؟ انت ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتعالي شفتك بتتعصب عليا ولا ايه؟ اه انت مش شايفه نفسك عامله ازاي معايا ولا ايه؟ ايه ده؟ عليا من امتى؟ انت مش شايفه انت مين وبتعملي معايا ايه؟ انت ازاي ما تحترمنيش؟ احترمك؟ احترم مين؟ احترم واحد مش مسؤول ومهزأ زيك؟ صحابه بيضحكوا عليه وبياخدوا منه الشغل وبياخدوا منه الفلوس هما؟ احترم مين ها؟ لمي نفسك شوية بقى. ايه ده؟ انت بتضربني يا شوقي؟ اه عشان انت مش شايفة انت بتعملي معايا ايه. كويس، خليك فاكر الان. ايه ده؟ تقريبا كان المفعول بتاع الدواء اشتغل. ايه ده كمان؟ مين اللي بيتصل دلوقتي؟ ليه؟ ألو شوقي، ايوه حضرة المدير. فاضي النهاردة؟ ايوه فاضي النهاردة، اجازة يعني. انت وكل الموظفين اللي معاك هتيجوا، عشان في مرتب في الشركة، في شغل زيادة وعليه مرتب. يجي بعد قد ايه يعني يا شوقي؟ ما تزور شوية. ايه؟ قصدي يعني انا جاي. ايوه 10 دقايق او لا تلت ساعة وهكون عندك على طول يعني. صوت مفتاح الشقة ده، انت رايح فين؟ نازل عايز حاجة ولا ايه؟ كمان من غير ما تقولي هتنزل؟ ايوه احنا مش اتخانقنا وخلاص، وانتي مش عاجبك معاملتي معاكي خلاص. كمان تمام، لو راجل كمل على كده، لو راجل اعملي لي ايه يعني؟ كويس قوي، جيت بدري. ايوه هو في حد اصلا في الشركه دي بيجي غيري؟ انا حضرت المدير. احنا جينا ما احنا جينا اهو. اهلا. ايه ده؟ كويس قوي شوقي بيه هنا. ازيك يا شوقي يا حبيبي، عامل ايه؟ ايه ده؟ عامل ايه يا شوقي؟ ايه ده؟ ازيكم؟ عاملين ايه من انت وانتوا بتيجوا يعني؟ ايه ما احنا على طول من احنا دايما مخلصين شغلنا شوقي. ايه يعني؟ ده يوم اضافي يعني، واحنا جايين عشان ناخد يوم اضافي. ايوه طبعا، ما جايناش. انا مش فاهم يعني، انتوا اصلا ما بتعملوش الشغل الرئيسي عشان تعملوا الشغل الاضافي؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ اللي بتقول ايه يا شوقي؟ شغلكوا على مكاتبكوا. هو في ايه؟ في ايه يا شوقي؟ في ايه؟ ايه يا شوقي بس؟ هو في ايه؟ المهم بقى شوقي اسمع، اصل يعني انت عارف ان النهارده الاجازه بتاعتي، وانا كنت خارج وكده يعني مع صحابي فمعلش يعني تخلص لي انت الشغل بتاعي. لا ايه ما تخلصه انت. ايه يعني؟ ما تخلصه انت. طب يا شوقي بقى، انا كان عندي شغل كتير قوي، فمعلش انت عمله لي يعني. مش هقدر اعمله لكم النهارده، انا عندي برضو شغل زي طيب. زي طب استنى يا شوقي، استنى. في ايه؟ ايه يا شوقي؟ في ايه النهارده؟ إيه طيب؟ انا كنت عايزه شويه يعني، وانا معايا شويه، فانا عامل شويه وانت تعمل شويه، ايه رايك؟ عندك ايدين؟ إيه؟ ايوه. ليه؟ اعملي شغلك بنفسك. لا يا شوقي، طب ما انت بتساعدنا يا شوقي حبيبي، انت عارف يعني ان احنا يا حبيبي يعني حبيبي. ايوه يا شوقي. في ايه؟ يا شوشو عامل ايه؟ اسمع يا شوشو، ايه هو بقى؟ انا عندي شغل. استنى يا شوقي، مش عارفه المره دي ماله كده ليه. هو احنا معقوله هنضطر نعمل شغلنا بنفسنا؟ يا لهوي، فلوس
وانا انا جاي عشان ادي له الشغل وامشي. انا ما كنتش عامل حسابي ان انا اعمل الشغل بجد. في ايه؟ اوف هو شكله متغير قوي. هو ايه اللي حصل له ده؟ بقول لكم ايه، انا تقريبا عرفت في ايه. ايه في ايه؟ يمكن هو متضايق مننا علشان احنا ما بنشكروش مثلا. تعالوا كده نروح نشكره ونجرب يعني شكله ممكن يكون اصلح. ما انتوا عارفين احنا بقالنا شهور كده، اخر مره شكرناه كانت اول مره نديله شغلنا. ايوه بعد كده ولا مره شكرناه عشان هو ما كانش بيهتم وكان مهزأ بصراحه فعلا. ممكن وكده يعني. طيب نقول له يلا. يلا طب انا هبدا. شوي شوشو شوي شوي يا شوي يا شوشو. ايه يا شوي عامل ايه؟ عامل ايه؟ على فكره انا كنت متشكره قوي ان انت عملت لي الحاجات بتاعتي. ايوه المره اللي فاتت. ابعدوا عني لو سمحتوا، انا مره شغلي خلص. هو احنا مش صحابك يعني شوقي ده؟ ايوه صح، ده احنا اصحاب يا شوقي. طب تحب تخلص شغلنا؟ او بقول لك ايه، احنا ما ينفعش نخسره. ها ايه رايك ما تخلص شغلنا النهارده؟ احنا كلنا النهارده هنعمل شغلنا، بعد كده كده نخرج خروجه سوا حلوه قوي. وانا طبعا معايا فلوس بفسحكم بكل. لا ما عنديش وقت. ايه كده بس؟ ليه يا شوقي؟ ده احنا جايين يا شوشو نعتذر لك ايوه ان احنا اسفين يعني ان احنا ما كناش. قصدي نشكرك. نشكرك شكرا جدا. انا بجد مشكور الايام اللي جايه دي، فمش هعرف انزل معاكم الصراحه. يا عم اجوبة انت ممكن تتفضلوا دلوقتي. بس شوقي مش أيوة شوقي انت في ايه؟ لو سمحتوا تفضلوا من هنا. خلاص خلاص ما نضايقوش ما نضايقوش. طيب انت رايح فين؟ حضرت المدير ادهم. نعم انا خلص شغلي اخيان مره بدري. انا على طول بخلصه بدري. طيب اتفضل حط له كده كده مكافئتك موجوده. ماشي خلاص يعني ممكن امشي دلوقتي؟ ايوه ماشي. يلا مش انت خلصت بقى؟ يلا نخرج بقى. يلا ايوه يلا نخرج يا شوقي. احنا اصحاب. انا مروح دلوقتي. طب مش هتاخد معانا؟ ايوه طيب روح وبعدين انزل. لا مش هعرف انزل معاكم. ليه بس كده؟ شوقي استنى. شوقي انا عايز اعرف الراجل ده ماله. ما اعرفش اتجنن كده ليه. ما بقاش يحبنا ده. ماله ده؟ ماله ماله يعني اتجنن ده ولا ايه؟ انا كده مش عارفه اخلص شغلي. انا ورايا فسح كتير قوي عايزه اقضيها قبل ما يخلص سن الشباب. انا برضو نفسي كده. قربت ادخل السن ال 30 ولسه ما خلصتش حاجات كتير. وانا انا مش عارف ان انا اللي انا بعمله ده صح ولا غلط، بس انا شايف نفسي مايل للاحسن. انا النهارده خلصت شغلي والمدير كان فرحان بيا. انا مش عارف ودلوقتي هرجع بدري انا كده اظن انا ماشي تمام كده. خلاص لميت كل الحاجات اللي هنا. اهرب بقى انا اخد الشنطه دي كده اللي فيها كل الهدوم وكل الحاجات اللي انا سرقتها. ده انا بعت هبيع دهب دلوقتي. هبيع دهب هملك الدنيا دلوقتي كلها. انا كده خلاص خلاص اللي اخدته. ايه ده في راجل هناك بس شكله يعني يهبل قوي مش هيضر. شكله مش هياخد باله. ده انا لو اديته وقفه شكله حرام اوديه في ده. لو سمحت عندك هنا. بس يا بابا بس انت بتعمل ايه هنا؟ بس يا بابا بس انت حضرتك من هنا؟ بس يا حبيبي وريني ايه اللي في الشنطه. وريني اللي في الشنطه. ها عايز تشوف ايه اللي في الشنطه بقى؟ انا عايز اشوف ايه اللي في الشنطه دلوقتي حالا وعايز اعرف انت مين. انا مين؟ طب انا حرام. اوعى كده هشوف ايه اللي في الشنطه. انت هتوقف شغلتي اللي بقالها 8 سنين؟ انا بقالي 8 سنين حرام يابا. وسع من طريقي لو سمحت، انا عايز اشوف ايه اللي في الشنطه. وسع من طريقي. ها انت قد الكلمه دي والله اديك رصيه. اوعى كده تعالى لي بقى. خلاص لا لا لسه ارجوك لا خلاص عيلتك ارجوك. بس حرام عليك النضاره اتكسرت. حرام عليك. بس يابا ما اشوفكش في الشارع ده تاني. لو عديت من الشارع ده تاني انت حر. الحمد لله انا كنت قريب من المحل. انا الصراحه دي ما تنفعش معايا خالص. دي وديتني في 60 داهيه. لا صراحة ايه دي جراءة.
الجرأة دي ما تنفعش معايا خالص. اهلا، ازيك يا شوي يا حبيبي، ايه الاخبار؟ الحمد لله، انا كنت جاي اكلمك. يعني ايه ده، ايه اللي حصل لك يا ابني؟ كله بسبب الجرأة اللي انا خدتها. ايه يا ابني ده، ايه اللي بهدلك كده؟ ازاي سبب الجرأة تعمل فيك كل ده يا ابني؟ ايه اللي حصل لك؟ انا كنت ماشي واتجرأت على حرامي، مش مشكلة يعني، قصة طويلة. المهم دلوقتي ان انا قررت خلاص، انا هاخد حاجة. لا ايه ده، انا كده كده عرفت انا هاخد ايه. خلاص انا هاخد حاجة بقت ماشية دلوقتي في الدنيا كلها. انت الاول. انت نعيد. خلاص نعيد. مش لازم. هو انت لازم يعني؟ انه يا نهار، تفتكروا انا لقيت الحل تاني؟ عدوا لسانكم. فلوس، وانا انا جاي عشان ادي له الشغل وهو مش انا. انا ما كنتش عامل حسابي ان انا اعمل الشغل بجد. في ايه؟ اوف، هو شكله متغير قوي. هو ايه اللي حصل له ده؟ يعني ايه البقره دي؟ مش هصب. ماشي ادخل. اصلا انا يعني طيب، انت رايحه فين؟ انت رايحه فين؟ ده شغل، انت مالك؟ شوشو يا شوشو. قول استعباد املك الدنيا دلوقتي كلها. ايوه، اعوذ بالله، في راجل في الطريق. ايه ده، ده حرام عندك. بس يا بابا، بس يا حبيب. بس يا بابا قوي. شوف نفس البين نوتة اللبس اللي شعره أخضر، اللي شعره أصفر. يعني من الأول لقطة.